السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. حياكم الله في قناتكم قناة نينجا فورس. أنا معكم نينجا فورس، رجعت لنا في مقطع آخر، وهذه المرة أيضا مع لعبة فورزا هورايزن 5. قبل كده نزلت مقطع اللي هو أقوى تحدي راح تشوفه في لعبة فورزا هورايزن 5. أنا أتحدى في أي شخص يسوي اللي سويته، راح أحطه لك في الوصف، أتمنى لك مشاهدة ممتعة. لكن في هذا المقطع راح يكون المقطع مختلف، بما أن اللعبة توها نازلة. فأنا قد نزلت قبل كده في مقطع قصير في اليوتيوب إني قدرت أهكر جميع أجيال الإكس بوكس. فبما إني أقدر أهكر جميع الأجيال الإكس بوكس الكونسول بصفة عامة، وبما في ذلك اللي هو الإكس بوكس سيريس إكس اللي عندي، فعشان كده أقدر أحط الرقم اللي أبغاه بالنسبة للأموال، عشان كده أقدر أشتري أي سيارة موجودة في الستور حق لعبة فورزا هورايزن 5. أقدر أشتري أي سيارة أبغاها معروضة، واقدر اعدل عليها بالمبلغ اللي ابغاه. هذه راح تشوفون المبلغ، لكن في هذا المقطع راح نجرب السيارات. انا بما اني عندي الاموال اللي احتاج اشتري فيها اي سياره، فاشتريت اغلى السيارات اللي موجوده في اللعبه، واغلى سياره راح اوريكم اياها الان اللي هي من مصنع شيلبي، المصنع الشهير اللي هو اقوى مصنع في العالم. ما ادري اذا موجود الى الان او لا، لكن هو كان اقوى مصنع يعدل لك السيارات، وكان يشارك في سباقات عالميه، ونزل فيلم 2020 تقريبا يخص هذا المصنع او عن هذا المصنع، فيلم يعني ذكر هذا المصنع. فراح نروح الان على طول. ففي هذا المقطع راح استعرض اغلى السيارات اللي اشتريتها، يعني كل السيارات الغاليه اغلاها اشتريتها الان موجوده عندي في الكراج. هذه فكره السياره، هذه اللي هي المرسيدس اي ام جي اللي هي عرضوها في العرض التشويقي للعبه، واول ما تبدا ينزلونها من الطائره. فهذه هي لونها احمر، بس انا قلبتها بلون اسود لان اشتريتها كان اللون هذا عاجبني والتصميم هذا عاجبني. فهي 3.9 اكس، بس ما راح يعني استعرضها الان، راح استعرضها اخر شيء بما ان عرضوها. هذه السياره عندك من فراري اللي هي اغلى سيارتين من فراري، وهي اغلى السيارات الموجوده في فورزا هورايزن 5. هذه 16,400,000، وهذه عندك اللي هي ب 18,500,000. انا توقعت انها اغلى سياره، طلعت مين اغلى سياره؟ طلعت اغلى سياره اللي هي هذه اللي هي من مصنع شيلبي، موديلها 1965، اللي هي كوبرا ديتونا او حاجه زي كذا. حلو. عام 1965 من مصنع شيلبي، المصنع الشهير في تعديل السيارات، ما في افضل من المصنع هذا في التعديل. وبما ان عندي اموال، زي ما تلاحظ عندي اموال 92,673,394، يعني ما جبت انا لعبت في اللعبه اللي جبتها لها اول ما نزلت اللعبه على طول هكرتها يعني. فالمبلغ هذا حطيت اعلى شيء كان 100 مليون. فاشتريت السيارات اللي ابغاها، بشتري السيارات كلها ان شاء الله. اذا عندكم سيارات معينه تبغون اشتريها واجربها فما عندكم مشكله، كمان اكتبوا لي في الكومنت السيارات اللي تبغون تشوفونها موجوده في فورزا هورايزن 5 تبغون اشتريها عشان اجربها لكم، واشوف القومه واشوف الثبات وقوه الماكينه والى اخره. فراح نبدا بفراري. طيب كل السيارات التوب راح اشتريها يعني. بس اذا عندكم سيارات معينه سواء اللي هي الاسطوريه او السيارات العاديه، فاكتبوا لي في الكومنت اي سياره تبغونها تجربها ونجربها. هذا راح الان راح نستخدم اللي وراح نجرب اللي هو فراري. راح ناخذ اللي هي هذه كبداية، راح نجرب هذه اللي هي قيمتها 16,400,000 أو 15,400,000. فنطلع الآن نجرب السيارة. هي أحلى ما فيها هذه السيارات مكشوفة أنك تشوف الشخصية. يور ماك إيش كاتب عليها؟ SCBT is nice. طيب هذه السيارة الشكل العام حقها، وهي السيارة هذه كانت تشارك في السباقات. راح نسمع صوت الماكينة، راح ارفع الصوت. انا شايف قاعد العب على شاشة تي سي ال سي 815 تدعم الدول اتموس والدولبي فيجن. راح نرفع الصوت شوية عشان نسمع صوت الماكينة.
هذه أول سيارة من فراري. صراحة والله عزيز والله قوية مرة قوية صراحة. راح أجربها مرة ثانية أبغى أشوف التصارف حقها كيف. بالنسبة للتصارع حقها صراحة بالنسبة لموديلها والله 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 ممتاز صراحة. بالأخير راح أقيمها إن شاء الله بالأخير. فهذه أول سيارة غالية في فورزا هورايزن 5. راح نشوف سيارة الآن ثانية وراح أخذ سيارة بنفس موديلها. طيب هذه موديلها 1957. السيارة اللي زيها نفس موديلها اللي هي من مصنع شيلبي اللي هي أغلى سيارة موجودة في فورزا هورايزن 5 على قد ما دورت يعني في السيارات فورزا هورايزن 5 هي أغلى سيارة لقيتها اللي هي هذه. هي أصلاً لونها أزرق عليها كذا رقم 20 كذا السباق وزي كذا أصلاً في الحقيقة زي كذا بس ما حبيتها حطيت لها اللون الأحمر اللي هي كوبرا أو شيء زي كذا ديتونا 1965 كوبي 1965 هذيك 57 لا هذه أجدد. لكن خلينا نجربها بما أنها نفس الشكل كذا الشكل كذا كأنها سيارة سباق. فهذه مصنع شيلبي ومصنع شيلبي هذا أشهر مصنع في تعديل السيارات ما في أشهر منه على إطلاق. هو مصنع أمريكي وما أدري إذا شغال الآن تقريبا شغال الآن نزل له فيلم اللي هو فيلم 2020 فيلم أسطوري صراحة. فراح نجرب هذه السيارة. هذه أغلى سيارة موجودة في فورزا هورايزن 5. على طول نطلع ونجرب السيارة. طيب هذه السيارة هذا الشكل العام للسيارة. فاخترت لها اللون الأسود لأن اللون الأسود صراحة جاي مرة رهيب كأنه في الفيلم حق جون ويك. طيب راح نجرب الآن صوتها وتصارعها وقوة الماكينة وكل شيء. واو 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 صوتها مخيف يا جماعة. Thank you.
سيارة شيلبي اللي هي أغلى سيارة في فورزا هورايزن 5. هي صراحة أقوى من الفراري من ناحية قوة الصوت، ضخامة الصوت. عندك كمان اللي هو التسارع حقها أفضل. إيش كمان يعني؟ كمان التشجيع فيها راح يكون أفضل، اللي هو الهجولة فيها راح تكون أفضل. فأسطورية، سيارة أسطورية صراحة، تستحب سعرها بكل ما تعنيه الكلمة صراحة. بعدين حاطها كده، بعدين جايبها أنا كده بالتصميم هذا، والله أسطوري، كأنها جاية من فيلم أكشن. واو 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 واو. طيب خلينا نجرب سيارة ثانية، نروح نجرب سيارة ثانية ونشتري سيارة ثانية. يس. طيب نجرب سيارة ثانية. ناخذ هذه، جربناها هذه، ما جربناها هذه. أغلى سيارة فراري احنا جربنا هذه، وجربنا سيارة شيلبي، هذه ما جربناها، راح نجرب هذه الآن. هذه هي، حلو. فراح نطلع الآن نشوف السيارة هذه كيف عزمها، قوة الصوت، التسارع حقها. سعرها 18 مليون و500 ألف. الشكل العام للسيارة كلاسيكية صراحة، باين عليها كلاسيكية أكثر من إنها حلو، أكثر دي أكثر من إنها رياضية. حلو، شبيهة بالبورش يعني، عارف كأنها بورش قديم. طيب خلينا ننطلق أنا من المنظار. بالنسبة للسيارة هذه صوتها جبار، صوتها مرة جبار، لكن التسارع فيها مو قد كذا، عارف. بالنسبة للموديل صراحة يعتبر كويس، لكن عادي احنا نجرب التسارع وصوت الماكينة والعزم. فشيلبي الآن هي الأولى، ومحتار من الحطة الثانية، هذه ولا اللي قبلها. تقريبا اللي قبلها كانت أفضل منها في التسارع، لكن هذه صوت الماكينة أفضل. فراح أحط شيلبي أول، بعدين الفراري اللي قبل هذه اللي هي شكلها سباق أفضل من هذا الشكل، وراح تكون هذه الثالثة. نجرب كمان سيارة الآن. طيب راح نجرب الآن في الأخير، راح أجرب التويوتا. التويوتا على فكرة عدلناه، جيب التويوتا الفردة عدلناه، خلينا طلقة. حرام في التعديل ذاك صراحة.